السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنحل تالت مسألة في بروجكت اويلر، فخليكم معايا. تمام، فالمسألة بتقول لك ايه؟ بتقول لك لو انت مثلا عندك العدد ده، تمام، وجيت جبت مثلا ايه، جيت جبت اللي هو الاعداد المعاملات بتاعته، ماشي، وبعد كده جيت شفت الاعداد الاولية اللي موجودة في المعاملات ديت فهتلاقي المعاملات اللي هي 100، هتلاقي 5 و7 و13 و29، اكبر عدد اولي فيهم من اللي هو 29، هو ده بقى اللي هو عايز يعمله. عايز مثلا يديك رقم معين، ماشي، وانت تجيب اكبر معامل عدد اولي، اكبر عدد اولي، بحيث يكون العدد الاولي ده معامل للرقم ده، تمام. فمثلا الرقم ده اكبر معامل بالنسبه له 29، تمام، فده اللي هم ده اللي هو عايز يحسبه. طب من الرقم اللي عندنا، الرقم اللي عندنا اللي هو الرقم ده، طيب تمام. فتعالى بقى اول حاجه عايزين نوضح شويه حاجات كده. اول حاجه يعني ايه عدد اولي؟ العدد الاولي اللي هو العدد اللي بيقبل اسمه عن نفسه والواحد الصحيح بس، مفيش اي عدد تاني يقبل اسم عليه. طيب يعني، طب امثله عليه اللي هو رقم 2 و3 و5 و7 و11 و13 وهكذا، تمام. في قاعده بقى بتقول لك ايه، ان اي عدد في الدنيا اكبر من الواحد هو عباره عن حاصل ضرب مجموعه من الاعداد الاوليه. يعني ازاي؟ مثلا هقول لك رقم 12 مثلا، رقم 12 عباره عن كام؟ 4 في 3، اللي هو كام في كام؟ اللي هو 2 في 2 في 3. طب ما الاثنين والثلاثة دولت أعداد أولية، يبقى رقم 12 عبارة عن ضرب مجموعة من الأعداد الأولية، تمام. رقم مثلا 115 هيبقى كام في كام؟ هيبقى 5 في 23، والاثنين برضك أعداد أولية، وهكذا. شوف بقى أي رقم أكبر من الواحد هتلاقي دايما إن هو عبارة عن حاصل ضرب مجموعة من الأعداد الأولية. طب أنا استفدت من دي إيه؟ أقول لك يا سيدي، إحنا لو جينا بدأنا مثلا من أول عدد أولي اللي هو 2، وفضلنا نقسم الرقم ده على الأعداد الأولية الأعداد الأولية، وفضلنا نقسم نقسم نقسم، الرقم اللي هيتبقى لنا بعد الاسم خالص اللي هيتبقى لنا، ماشي، هيبقى هو ده اخر، هيبقى يعني مثلا هيبقى ده هو اكبر عدد اولي موجود عندك. هقول لك يعني مثلا رقم شبه مين؟ شبه رقم 12 ده مثلا. الرقم شبه 12، احنا هنقسم اول حاجة على الاتنين، 12 على الاتنين فيها 6، وبعد كده نيجي نقسم تاني على الاتنين، 6 بتقبل اسم على الاتنين، يبقى لك 3. نيجي نقسم تاني على الاتنين، مش هينفع، تمام. نيجي نقسم تاني على التلاتة، هديك 1، خلاص يبقى كده الرقم كده وصل لنهايته، واكبر عدد وصلنا له في العدد الاولي رقم 3 بس. فهو دي الفكره، تمام. فهو دي الفكره، ان احنا نقعد نقسم على اعداد اوليه بحيث لحد ما الرقم يبدا معانا يوصل لمرحله معينه هنتكلم عنها بعدين، او يوصل لرقم او يوصل لرقم 1، وبالتالي يبقى الفاكتور بتاعنا ده هو اكبر عدد اول. فدي الفكره، فعشان كده احنا نستفيد من اللي هو القاعده ديت، اللي هو اي عدد عباره عن حاصل ضرب مجموعه من الاعداد الاوليه، تمام. في قاعدة كمان بتقول لك مين؟ بتقول لك ان لو انت عندك عدد معين، ماشي، وجيت جبت المعاملات بتاعته، بحيث المعاملات ديت لو انت عملتهم كأزواج مرتبة، بحيث مثلا كل زوج اضربهم في بعضهم، اضربهم في بعض يديني مين؟ يديني العدد الاصلي، كل عدد في الزوج ده، ماشي، هتلاقي واحد عدد اكبر من جذر الرقم الاصلي وعدد اقل من جذر الرقم الاصلي. مثال مثلا رقم 12 ده، لو انت جيت خدت جذر 12 هيطلع لك 3.5 تقريبا يعني، تمام. فلو احنا جينا شفنا المعاملات بتاعه هتلاقي مثلا ايه، لو انا اضرب الازواج بتاعته مثلا كام، 3 و4 2 و6 1 و12 وهكذا، تمام. ف3 و4 لو انت جيت بصيت له هتلاقي 3 اقل من جذر 12 واللي هو 3.5، و4 اكبر من جذر 12، تمام. حاجة تانية، الاتنين والست، هتلاقي الاتنين اقل من جذر 12 والست اكبر من جذر 12 وهكذا يعني، تمام. فدي الفكرة بقى كلها. فدي، طب دي ميزتها ايه يعني؟ دي هتوفر عليك ايه؟ الفكرة هنا ان هي هتوفر عليك بحث كتير. يعني مثلا افرض لو انت عايز تجيب المعاملات بتاعت العدد مثلا 100، فانت الطريقة العادية خالص او اول حاجة تيجي في دماغك ان انت هتيجي كام؟ هتيجي مثلا من، ما احنا طبعا من 2 لحد 99، طبعا احنا عارفين ان الواحد والمية دولت معنى اساسي، هنبدأ نبحث من 2، من رقم 2 لحد رقم 99، بدولت تقريبا 98 خطوة، تمام. 98 خطوة او 98 رقم هتعملهم. طب افرض بقى لو احنا جينا خدنا الجذر 100 هيطلع لك 10، فانت هتيجي تبحث من رقم 2 لحد رقم 10، تمام. كده انت قللت البحث لتسع خطوات بس، يعني تقريبا يعني قللت عدد البحث تقريبا 10 اضعاف الحجم الاصلي، تمام. فدي يعني وفرت على نفسك كتير جدا. وطبعا بقى انت لما تيجي تبحث مثلا ايه، يعني مثلا لما تيجي تبحث هتقدر طبعا تجيب الاعداد الاول، المعاملات بتاعت العدد ده،
تاخد بقى العدد الاصلي وتقسمها على المعاملات اللي انت جبتها ديت، هيديك الزوج المقابل للمعامل ده. ازاي؟ رقم جذر 12 مثلا هيديك كام؟ هيديك 3.5 او 3، قول 3 ماشي. فتيجي مثلا عند رقم 2، 12 بتبقى القسمة على الاتنين، فيها الست، خلاص يبقى الاتنين معانا. خلاص بعد كده نعدي ال 12 بتبقى القسمة على التلاتة، يبقى التلاتة معانا. بعد كده خلاص احنا كده وقفنا كده، مش هنقدر نعدي عن التلاتة، تمام. يبقى كده المعاملات اللي لقيتها كام؟ 2 و3. فاجي اشوف بقى الزوج او المعامل المقابل للمعاملات اللي لقيتها ديت، فاقسم كل العدد الاصلي هو 12 على الاتنين هيديك 6، يبقى الزوج الاولاني 2 و6. وبعد كده اقسم العدد الاصلي على التلاتة، يبقى 12 على التلاتة في الاربعة، يبقى 3 و4. يبقى كده معاك 2 و6 و3 و4. لو جيت بقى رتبتهم كده هتلاقي معاك الاعداد بقى طلعت معاك كده 1 و2 و3 و4 و6 و12. وكده بقى معاك كل معاملات العدد. شوف انت يعني تقريبا ما عملتش حاجه، كل انت خدت الجذر ووفرت على نفسك خطوات كتير. فدي الفكره. بس اول حاجه احنا يعني ايه الانبوت ده، ان احنا ندخل اي رقم احنا عايزينه، مش عايزين بس ان ايه نعمل لها هارد كودنج، او يعني احنا نثبتها على رقم معين جوه الكود وبعد كده نخش على الكود فهنخلي في الموضوع في حريه شويه، ان احنا نقدر ندخل اي رقم هو ينفذ الخطوات دي، تمام. وبعد كده بقى الفاكتور اللي هو اول معامل هنبدا نشتغل عليه اللي هو رقم 2، اول عدد اولي هنبدا نشتغل عليه. احنا عايزين احنا قلنا اي عدد عباره عن حاصل ضرب مجموع من الاعداد الاوليه، فاول عدد اولي هنبدا نشتغل عليه اللي هو رقم 2. طيب اكبر معامل هنوصل له هنقول ان هو رقم 0 لحد الوقت بس، ماشي. طيب الفكره بقى ايه؟ الفكره اللي هو هنقول ان الفاكتور تربيع اقل من او بيساوي الرقم. طب دي جبناها منين؟ لو احنا جينا خدنا الجذر الرقم بتاع الرقم ده ممكن يطلع لنا قصور والكلام ده كله، فاحنا هنخليها مين؟ هنرفع الاثنين اس 2، تمام، بحيث يبقى الفاكتور تربيع اقل من او بيساوي الرقم ذات نفسه، تمام. فهو نفس الحاجه. بعد كده بقى هنشوف هنا لو الرقم الاصلي اللي عندنا بيقبل اسم على الرقم ده، بيقبل اسم على المعامل اللي هو فاكتور، فكده معانا ايه؟ كده خلاص احنا هنطبع بقى نقول له ان هو فعلا بيقبل اسم عليه، ده هنطبعه عشان نعرف ان هو قبل اسم عليه. وبعد كده نخلي الرقم الجديد، تمام، الرقم الاصلي هنقسمه على 2 ونساويه بالرقم الجديد. يعني دي معناه ايه؟ دي هي دي نفس الكلام اللي هو نمبر اهو كده، دي معناها بس ان احنا هنخلي الرقم بيساوي الرقم القديم، ماشي، بعد ما اقسمه على الفاكتور. طيب بعد كده بقى اللارجست فاكتور هيساوي الفاكتور دي، ما هو بيقبل اسم عليه، تمام. وبعد كده طب افرض مثلا ما طلعش عندنا ان الرقم ده ما طلعش بيقبل اسم على الاثنين او بيقبل اسم على الفاكتور بتاعنا ده، خلاص لو احنا هنشوف الرقم بتاعنا، لو كان الرقم الفاكتور بتاعنا ده لو كان فاكتور 2 هخليه 3، تمام. لو ما كانش بقى لو كان لو ما كانش 2 يعني مثلا كان 3 او 5 او الكلام ده كله هنزود على 2. لو انت جيت طلعت وبصيت على الاعداد الاوليه هتلاقي تقريبا ان هما دايما بيزود 2، يعني مثلا 3 زود عليها 2 5، ال5 زود عليها 2 بقت 7 وهكذا. هتقول لي مثلا طب افرض ما انت لو جيت مثلا انت وصلت للسبعه وجيت زودت 2 هيبقى 9. هقول لك لا، هو عمره ما هيقبل اسم على 9 وما كانش قبلها بيقبل اسم على 3. ما هو الفكره هنا في ايه؟ المستخدم هنا وايل لوب. يعني ايه؟ يعني مثلا لو كان الرقم بيقبل اسم على 3 من الاول، ال3 هفضل اقسم على 3 لحد ما طير كل الاعداد اللي بتقبل اسم على 3 في الرقم، وبالتالي عمرها ما هتوصل للتسعه. حتى لو وصلت للتسعه هيكون يعني ايه؟ هيكون الرقم خلص اساسا، او هيكون او مش هيقدر او مش هيبقى الاسم عليه، مش هيبقى الاسم على التسعه، تمام. وبالتالي هيفضل يزود لحد ما يوصل للعدد الاول اللي بعده. فدي الفكره، تمام. بس فبعد كده بقى ايه؟ بعد كده خلاص بعد ما يخلص خالص بقى ايه اللي يكسر اللوب ده؟ اللي يكسر اللوب ان انا اوصل لمعامل، ان انا اوصل لمعامل ماشي، لو جيت ربعته يطلع اكبر من رقم، تمام. فلو انا هوصل المعامل دي بقى، لو انا جيت وصلت الرقم ده بعد كده بعد ما اخلص خالص بقى هشوف لو الرقم اللي اتبقى لي بعد عمليه القسمه الكتير ديت بقى، لو لقيت الرقم ده اكبر من الفاكتور خلاص هحطه، هخلي اللارجست فاكتور هيساوي هو النمبر ده. ليه؟ ما عشان النمبر اللي هيتبقى لي ده بعد ما انا ما افضل اعمل عمليه قسمه ده هو هيبقى رقم اولي اساسا، انا بقسم على اعداد اوليه، فبالتالي لما افضل اقسم على اعداد اوليه اللي هيتبقى لي هيبقى برضك رقم اول او عدد اول، تمام. فدي الفكره بس. وهو بعد كده هبقى هعرض بقى الرقم اللي هو اللي عندي. فتعالى مثلا تعالى هنجربها على رقم مثلا كام، خليها على رقم مثلا 35 او 35 بيبقى الاسم. تعالى بقى نمشيها كده واحده واحده ماشي. اول حاجه 35، اول حاجه اول رقم احنا بدانا بيه بكام؟ ب2.
اتنين تربيع أربعة، أربعة أقل من 35 مظبوط، فيخش 35 بيقبل، اسمع الاتنين لا ما بيقبلش، فخلاص يخش هنا، يبقى الفاكتور بتاعنا بيساوي اتنين، أيوه خلاص يبقى خلي الفاكتور بتلاتة وارجع تاني من الأول، تمام، فهيجي هنا يبقى تلاتة تربيع بتسعة، تسعة أقل من 35، أيوه. طيب بعد كده شوف 35 بتقبل اسم على التلاتة، لا ما بتقبلش الاسم على التلاتة، خلاص ارجع تاني، انت بقيت ايه الفاكتور بتاعنا باتنين، لا خلاص يبقى زود على اتنين، يبقى تلاتة زائد اتنين بيساوي خمسة، يبقى الفاكتور دلوقتي بخمسة، خمسة تربيع ب25، 25 أقل من 35، أيوة خلاص خش هنا على الرقم ده، يبقى 35 على الخمسة، 35 على الخمسة هيديك سبعة، تمام. وبعد كده هخلي اللارجست فاكتور بيساوي مين؟ بيساوي الفاكتور اللي انا بقسم عليه اللي هو الخمسة، تمام. وبعد كده هخش تاني، طالما احنا بقى عملنا الجزء ده صح، فهو مش هيخش على الجزء ده اساسا، وبعد كده يرجع اللوب تاني، ال 25 ما هو الفاكتور لسه زي ما هو 5، 5 تربيع 25 اقل من او بيساوي 7، ما هو الرقم بقى احنا قلنا اهو، احنا قلنا الرقم ده بتاعنا دلوقتي بقى 7، تمام، فيبقى 25 اقل من او بيساوي 7، لا غلط، كده هيطلع، كده هيطلع بقى من اللوب بتاعنا، تمام. فهو هيخش بقى ويعمل ايمين، هيشوف بقى الرقم اللي متبقي، الرقم اللي متبقي دي كان اكبر من الفاكتور، ما هو هو دلوقتي بيقارن ما بين عددين اوليين، عايز يشوف مين الكبير فيهم، الفاكتور اللي انا كنت بقسم عليه ولا الرقم الاول اللي اتبقى، تمام. فلو الفاكتور لو كان الرقم هو الاكبر خلاص يبقى اللارجست فاكتور هو الرقم ده، لو ما كانش هو الرقم يبقى خلاص هو الفاكتور وما عملش اي حاجه، فدي الفكره كلها، تمام. او شيفت انتر كنترول في في ثانيه ما خدش حاجه، هو ده الرقم اللي هو هيبقى اكبر رقم، دول اكبر رقم عندنا، تمام. تعال نروح هنا ونحطه، تمام كده الحمد لله، اللي هو ايه خلصنا كده، تمام كده الحل تمام صح، تمام. بس فدي الفكره يعني، انا عارف ان الفيديو طول شويه بس انا كنت عايز اوضح يعني كل حاجه عملتها ليه وليه الفكره ديت والكلام ده كله، فبس فيا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وريت لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، يلا سلام عليكم.